السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أذى الثقة. خاوتنا عودة الصالون المحبوب، الصالون اللي دومونديتوه بزاف منا خاوتنا، هذا لو صالون اللي رائع بزاف بزاف بزاف. اضربوا عليه لمحة ودوك نشرحوه لكم. خاوتنا بعد ما ضربتوا عليه لمحة دوك يتفضل الاخ سالم ويشرح لكم الصالون اللي هذا. خاوتنا تفضل اخ سالم. خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم محل أثاث ثقة. خوتي محل أثاث ثقة اللي متواجد وين؟ بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية باز. رانا فاتحين 24 ساعة على 24 ساعة ورانا نستقبلوا مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. بعد ما شفتوا البداية مع خونا ياسين، الآن بإذن الله راح نشرح لكم صالون خاوتنا كما راكم تشوفوا لو صالون ليون في سات بلاص. خدمة تاعو بزاف شابة، خدمة تاعو متقونة. خاوتي نروحوا مباشرة العفسة المهمة في الصالون وهو القماش. القماش تاع لو صالون خاوتنا راهو بالأونتيطاج. كنقول لك بالأونتيطاج معناتها أي طاشة غير بلانجات وتتنحى. وشوفوا خاوتنا التقسيم تاع الكابيطوناج حاجة الله يبارك. شوفوا الخياطة خاوتنا كلش منسق، يعني كلش مخدوم بدقة ودقة عالية. خاوتنا المطلع تاع لو صالون دي ترونس. واش معناتها دي ترونس؟ معناتها الكثافة تاع المقعدة خاوتنا راهي 30، يعني كي تريح راح تريح أليس. دي ترونس خاوتنا بالرسول حاجة ما شاء الله، راهي دي ترونس بالرسول حاجة ما شاء الله. نزيدو نروحو لعفسة واحدة أخرى واللي هي ليزاكودوار خاوتنا. شوفوا ليزاكودوار راهم بالفلامي، راهم كامل أون بوا إتر، كامل خاوتنا اون بوا اتر. زايد على هذا لونكادريوم من تحت ولي بيي كذلك راهم اون بوا اتر خاوتنا، يعني حاجه صوليد. نروحوا للعفسه المهمه اكثر وهي الهيكل الداخلي تاع لو صالون خاوتنا. الهيكل الداخلي تاع لو صالون راهو بواروج. واش معناتها؟ معناتها لو صالون تاعكم راهو كامل اون بواروج وزدنا رونفورسيناه ليزاكودوار اون بوا اتر ودي بيي من تحت اون بوا اتر، يعني لو صالون تاعك راح يريح طري بيان سوليد كيما راكم تشوفوا مع الاخ ياسين، يعني حاجه الله يبارك، حاجه ما شاء الله خوتنا، حاجه الله يبارك. شوفوا هذا البونكا تاع 3 بلاص، خدمه قمه خوتنا، خدمه قمه. ونزيد لكم عفسه واحد اخرى، راهو ديمونطاب خوتنا. لو صالون تاعكم في الظهر راهو ديمونطاب، المخايد راهم ديمونطاب خوتنا بسكراتش كيما راكم تشوفوا. خدمه الله يبارك، خدمه متقونه خوتنا كيما قلت لكم. الخدمه تاع خونا فريد راهي طري بيان فيني في هذا لو صالون. نروحو نشوفو لي دو بونكات تاع اون بلاص اون بلاص، مام هما الخدمة تاعهم شابة. وزيد على هذا راهم واسعين. واش معناتها واسعين؟ معناتها كي تريح راح تريح أليس، يعني خدمة ما شاء الله. مام لاكودوار تاعو هنا راهي عريضة، قادر حتى تزيد تريح في لاكودوار هنا. يعني البونكات تاع اون بلاص راح تلفد لك 3 بلاص، والبونكات تاع دو بلاص راح تلفد لك 4 بلاص. خوتنا هذا هو لو صالون ليون، حاجة الله يبارك، حاجة ما شاء الله. نروحوا للسعر خوتنا، بارك الله فيك يا ياسين. خوتنا الالوان راهي متوفره هنا بمحل اثاث ثقه في هذا لو صالون. الالوان راهي متوفره كيما راكم تشوفوا، وما عندناش غير هذا، عندنا بزاف خوتنا حاجه الله يبارك. عفسه مهمه حبيت نلمح عليها، انه راكم تقراو هنا خوتنا جي هنا فيها 400 جي اس ام، كاين اللي يخدم ب 120 150. حنا اثاث ثقه نخدموا من 400 للفوق خوتنا، نخدموا من 400 للفوق جي اس ام. وكذلك عندك 40000 خطره وانت تريح فوق لو صالون تاعك، 40000 خطره وانت تريح فوق لو صالون تاعك، يعني المطله راح تشدك خير وخير كيفالون تاع 5 سنين. خوتنا نعاودوا نولوا للسعر. السعر تاع لو صالون راهو 16 مليون و 16 مليون و 800 بالنقل 58 ولايه. انت ولا انت يعجبكم هذا لو صالون حبيتوا تحجزوا، ما عليكم غير اتصلوا بنا على الارقام اللي ظاهره في الاطار الاحمر. اما انا ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم، سلام.